سلام بنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ كنتمنى كاملين تكونوا لاباس وعلى خير. لقيت بلاصه زوينه الصراحه للتليفون، بلا سيبورا بلا حتى شي حاجه، حطيته غير في الشارجر. الصراحه الاضاءه عجبتني، زوينه الاضاءه. ما ديوش على التشنتيف، راه الشتا برا. وكنخرج خرجت شحال دابا، ثالث مره كنخرج كندي عما الروب وكنرجع. راكم عارفين مع القب وهذا، راه من الصباح فقت ومشط شعري بقى هكا. المهم ما علينا، رجعت لكم فيديو جديد البنات. عافاكم عافاكم عافاكم. حاولوا تبارطاجيو الفيديوهات علاش ما قدرتو، وما تنساوش تخليو ليا لايك. لي لايك هما اللي كيخلوني، هما اللي كيحفزوني انني نستمر معاكم في اليوتيوب. المهم خليو ليا لي لايك وخليو التعاليق، وكذلك اللي ما شاركش يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا كاع الجديد. والناس اللي معايا في القناه كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم، وشكرا بزاف على التعاليق الزوينه، وشكرا بزاف على دوك لي لايك اللي كتخلوا. الصراحه اليوم جيت نشارك معكم واحد الفيديو على البنات المعجزات اللي بحالي. راه حتى وحده ما تقول راه انا معجزه، وراه كاملين معجزين، كاملين حنا معجزين. الصراحه قلت حتى وحده تقول انا راه معجزه ولا الاخر، راه كنا كيبكي. بس انا كيشدني واحد الوقت ديال العكاز، راه ما نقول لكم مش كيف داير، وحق الله العظيم راه ما نقول لكم مش كيف داير. كنبقى ندير حتى شي حاجه للوجه ديالي او الشعر ديالي، ولكن ضروري من الماسكات ضروري. واخا انا هاي واخا دوشت واخا هكا كنحس بلابو ديالي، ما عرفتش شنو خصني ولفت انا الماسكات. اللي كبحالي تخلي لي التعليق، ولفت انا لي الماسكات وكيعطوني الصراحه نتيجه زوينه. الماسك اللي غادي نديرو اليوم غادي نشاركو معاكم، غادي نشاركو معاكم. حتى كنت نوري لكم من جبد نوري لكم، ولكن نمشي بعدا نغسل وجهي ونغسلو بالماء دافي. البنات غسلو وجهكم بالماء دافي، ما تغسلوش بالماء بارد بزاف، وما تغسلوش بالماء سخون بزاف. غسلو بالماء دافيه وغسلو بالصابونه اللي كتغسلو بها او الغسول اللي كتغسلو به. دابا نشارك معاكم واحد الغسول الصراحه حتى هي جات مع وجهي. الثاني صابونه اللي يعني كنداو. المهم غادي نشارك معاكم بجوج، هاد المره نصايبهم بجوج ونشاركهم معاكم. زوينين بزاف، كيبيضوا الوجه وكيعطوا واحد النظره زوينه. هي باش كنقول لكم ان اللي كنتو كتعكزوا حاولوا ديروا بحال هكا، يعني صابون طبيعي باش تلعكزوا. مهم ديروا، انا كنهضر على البنات اللي وجههم دهني، البنات اللي البشره ديالهم جافه. شويه غادي نشف لكم هذا الصابون، هذا الوجه ديالكم خصكم تعاودوا تبقاو تدهنوا بالكريم. المهم بقاو تديروا هذا الصابون هذا في الوجه ديالكم وتمشيو تقضوا الشغل ديالكم، عاد ترجعوا تغسلوه. دابا انا الصباح والله ما كنفيق نيشان، كنفيق كنفطر عمار، نصايب فطور نفطر عمار داكشي، وكنخرج بالزربه ندي وكنجي. الوقت اللي كندخل للدار كنغسل وجهي وكنديرها، كنبقى حتى 12 الوقت ديالو ديال المدرسه، حتى ندخل كنغسل وجهي عاوتاني عاد تمشي. المهم البشره ديالك كتحسي بها، عطات النضاره ديالها يعني. مهم يعني حتى لو ما قدرتيش انك ديري يوميا الماسكات هذيك اللي تغسلي الوجه ديالك، ديري واحد الصابونه ديالها الوقت اللي كنتي خارجه، واخا نص ساعه ولا ربع ساعه شحال ما كان. المهم ديريها في الوجه ديالك. مثلا البنات اللي خدامين او يعني كيخرجوا يخدموا لشي حاجه ولا عندهم شي حاجه يقضيو شي غرض، فيقوا الصباح غسلوا وجهكم ديروها وسيروا تفطروا، وثم فطرتوا داكشي حتى تكونوا خارجين وهذا غادي تغسلوا وجهكم. المهم هذيك ربع ساعه ولا 10 دقائق كتخلي الوجه غزال، وحق الله العظيم ضروري. ما غادي نشاركها معكم، علاش ما بغيت نشاركها معكم؟ والله حتى غادي نقولها لكم. المهم علاش ما بغيت نشاركها معكم؟ حيت الصراحه ضاعت ليا هذيك ديال السيليكون. دابا لا خرجت ولقيتها، واخا الشتا باغا نخرج نمشي للمسيره نتقدى، لا خرجت ولقيتها راه غادي نجيبها وغادي نعاود نصايب الصابونه فيها. ضاعت ليا ديال السيليكون، انا ما كنحتاجش في الحلوى الصراحه ديال السيليكون، ما عمرني درت الحلوى ديال السيليكون، عندي طوابع الاخرين وهذه ما عنديش، يعني ما كنستعملهاش ما واخداهاش. ضاعت ليا، كانت عندي وحده ما عرفتش واش عطيتها لشي واحد ونسيتها، ما عرفتش لحد الان ما عرفتش فين هي. ومع كثره القش وهذيك الرحيل وكل مره تجمعي حاجه في بلاصه وكل مره كتحطي واحد الحاجه في بلاصه، صافي ما كنبقاش عاقله. المهم زوينه بزاف، كديروها في هذوك ديال السيليكون. انا فاش درتها درتها في قفايل ديال القراعي ديال الزاج، درتها تم.
واخا هكاك استعملتها. المهم انا الوجه استعملته وصورت الفيديو وحذفته، عارف حيت بنادم قلت خلي حتى نمشي نشري هذيك ديال السيليكون ونشاركها معكم، حيت لا شاركتها معكم في القفايل ديال، انا طيحت على البنات اللي ما عندهمش، اللي ما عندهمش حتى هما الطابع ديال السيليكون يديروه في قفايه، اللي يديروه في كيسان، فاش ما قالها لكم راسكم ديروهم في معالق فاش ما قال لكم راسكم ديروهم. انا لابد، ماشي لابد الصراحه، انا بغيت نبارطاجي معكم شويه، ما عرفتش علاش حذفته. ما علينا، ندوز للمهم. غادي نمشي كما العاده نغسل وجهي مزيان بالصابون، ندير قماش. القماش راه مشاركه معكم بزاف ديال القماش باش ما يجيكمش الفيديو اكثر من هكا طويل. غادي نمشي ندير قماش وغادي نرجع غادي نشارك معكم ديك الوصفه، سهله مهله، اي وحده تقدر ديرها بواحد الشيء اللي رخيص بزاف. المهم بقاو معايا تشوفوا فيه، ما بغيتش نزيد نطول عليكم اكثر من هكا لا فيديو. نوض نغسل وجهي ياكو، ندير القماش ديالي وندير الماسك، نحاول ندير حمام ديال البخار واخا غير 5 ديال الدقائق ولا 6 ديال الدقائق، نديرو وندير الماسك لوجهي. وهانا معاكم وهانتوما معايا، ما تمشيو فين. انا رجعت لكم بالدش على الشعكيكه، راه باقي تابعني الشقه وقلت نديرو ونصور معاكم فيديو ونمشي نمشي نكمل الشقايه. يلا دابا نقول لكم شنو غادي نديرو فيه. يلا بسم الله، غادي تاخذوا طبيعه الحال واحد الاناء فاش تخلطوا، وغادي ناخذوا معلقه من العدس مطحون، معلقه من العدس مطحون. تلاحظوني انا كلشي طحنه ودايره في بواطات. ناخذوا معلقه صغيره، انا راه عندي غير صغيره، هذا راه معلقه ماشي غير صغيره، راه بزاف هانتوما، معلقه صغيره ومعلقه صغيره ديال الحمص هانتوما عامراش، نخلطوهم دانون طبيعي، اي دانون ويكون طبيعي. بالنسبه لبنات الدانون خذوا، راه ما غاديش يعني، راه كيدي لكم سيمانه تقريبا، يعني ما تخلوش يطين فهاديك السيمانه، حاولوا ديروا كاع الماسكات به، ديري اللوجه، ديري الشعر ديالك، يعني بزاف عطى الله باش شنو ديري به. صافي غادي نخلط هذا الشيء، هانتوما غنزيد واحد شويه ديال دانون، نقولوا تقريبا معلقه ونص ديال دانون، نزيد واحد شويه هانتوما هانتوما كما كتشوف. ونابليكيو على الوجه ديالنا بهذه الطريقه، شوف قلك زرب تعطر، بحال هكا عرفتو على برد، ولكن ما تعكزوش، عكز ما كاينش فراسكم، الوجه كيحتاج هذا الشيء الطبيعي اكثر من الصيف، حيت تتكون الجو صعيب على البشره، راه كتشوفوا كيكون المشاق، كيكون شنو سميتو كاع، كيولي البشره زرقاء ما عندهاش واحد اللون، ماشي كحال الصيف. الصيف تيكون الدوره الدمويه ديال الوجه محرك فيها الدم، دابا راه كلشي جامد. من الاحسن حاولوا، دابا شنو كندير انا، راه الوقت اللي كنجي مثلا ندير فيه واحد الحاجه، كنمشي ندير مثلا الماسك ونجلس نشقشقاه ونغسل وجهي عادي. اي وحده فيكم كتقرا ولا دير ماسك، تجلس تحفظ حفاظتها، تجلس تجمع الدار، اي حاجه اي حاجه وغسل وجهكم عادي، ما حيدو منكم غير العجز. ودابا نشارك معكم هذاك
الصابون، حيت هذاك الصابون بصح زوين بزاف البنات. خليو ليا بزاف 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 ديال لي لايك، وغادي واخا باقي عندي غادي نصايبو ليكم يعني في اقرب وقت ان شاء الله يا ربي. هانتوما كل شيء عنده الحل. هانتوما بالنسبه لهاد الفيديوهات البنات راه غير ما كاينش الوقت، انا انجلس وغادي نبقاو تدخلوا تمشيو. المهم انا نوريكم مناج تبقاو تمشيو للبلاصه ديال البلاي ليست، المهم اللي عارف بلاي ليست يمشي لتما ويلقاني جامعه الفيديوهات ديال العنايه بالبشره بالوجه وبالشعر بحدهم، ولي فلوغ بحدهم، والمقالب بحدهم، باش هكا اي وحده بغات شي حاجه تدخل ليها نيشان. وبالنسبه للناس الجداد راه طبيعه الحال مع المده راه غادي حتى هما غادي نوريهم شنو غادي يديروا ان شاء الله، باش اللي بغى شي حاجه في القناه يدخل يديرها. صافي بحال هكا. المهم راه ما خداش ليا حتى ربع ساعه من هادشي اللي كندير، ربع ساعه ما خداش ليا من وقتي، ورا ربع ساعه كتلفوها في التليفون وفي هذا. اللهم ندير واحد الحاجه وانا جالسه. المهم البنات ان نخلي المده ديال ربع ساعه ولا شحال ما قديت اللي باغي زعما الوقت، ربع ساعه نص ساعه سير غسلي وجهك. بالنسبه اللي غيمشي يقضي شغلك مشي يقضي شغلي، الوقت اللي غنسالي غادي نرجع نخدم الكاميرا بعد ما ينشف غادي نرجع ونخدم الكاميرا نغسلو ونرجع لكم. يلا بسلام عليكم، تانا بسلام عليكم، يلا بقاو معايا حتى نغسل وجهي ونرجع لكم. البنات هانتوما صافي يلاه لقيتوني غسلت وجهي ودهنتو بزيت الكوك. مهم هذه هي النتيجه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، واللي جربتها او ديجا مجرباها تخلي عليا في كومونتير كيفاش كتجيكم. شكرا بزاف على المتابعه وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. تهلاو في راسكم ان شاء الله بوصفات جداد اخرى. غادي نشارك معكم ان شاء الله وصفات للشعر، حيت بصح شعري هملتو وهملتو هاد الايام بزاف بزاف بزاف، وليت غير الغسيل يعني ما كندير له حتى شي حاجه. غادي نرجع نبدا نداويه، راكم عارفين دابا وقت الشتاء نتهلا في الشعر ديالنا في البشره ديالنا، باش هكا حيتاش ديجا نتوما راه اكثريه دابا حاليا كيعانيو من التساقط. غادي نشارك معاكم وصفات ديال التساقط وديال الترطيب وحتى ديال يعني كيفاش تطولوا ديال الشعر ديالكم. يعني اللي عاكس اما رجيت نكذب عليكم نقول لكم تطولوا في شهر ولا في اسبوع ولا في نهار، غير نكذب عليكم. يلا الخوت شكرا بزاف على المتابعه وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، كنحماق عليكم فيديو واحد اخر ان شاء الله.